السلام عليكم خوتي المغاربه، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش انكم تبقوا ايجابيين، ان شاء الله هادشي كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير. بقاو في ديوركم كما شتوني حتى انا كاين في البيت ديالي، ما تخرجوش خصوصا هذا الاسبوع الجاي هو اسبوع مهم ان شاء الله. نتمنى والله ان شاء الله يدوز كلشي بخير وعلى خير. بغيت نهضر معكم اليوم على واحد النقطة اللي هي مهمة بالنسبة للجانب الغذائي، هو كيفاش ننظموا البرنامج الغذائي ديالنا في هذه الفترة هذه ديال الكونفينمون، الفترة ديال اللي احنا جالسين في الدار اللي ما تنخرجوش. فأكيد أن الحركة ديالنا نقصات، وبالتالي فالاحتياجات ديالنا من الطاقة ومن السعرات الحرارية ومن الأغذية هي كذلك نقصات. فإلا ما رديناش البال، إلا ما حضيناش راسنا، إلا ما عرفناش كيفاش نقادو النظام الغذائي ديالنا، هذا الشيء يقدر مع المدة يأثر على الجسم ديالنا. اولا يقدر يؤدي الى مشكل ديال الزياده في الوزن، يقدر يؤدي الى مشكل ديال ارتفاع نسبه الدهون في الجسم ديالنا، سواء الكوليسترول ولا الثلاثي الجليسيريد، ارتفاع نسبه السكر الى اخره. وهذه كلها بطبيعه الحال مشاكل اللي احنا ما عندنا ما نديروها، ما بغيناهاش نتفاداوها. فباش نتفاداو هذه النقط هذه، اول حاجه تيخصنا نديرو الناس اللي نقصات عندهم الحركه، اللي شافوا بانهم ولاو تيتحركوا قل من اللي كانوا تيتحركوا قبل، ماشي ضروري يبقى عندهم ثلاث وجبات رئيسية، ندوزوا فقط الوجبتين، وجبتين رئيسيتين كافيين. يعني إلا تنفيق الصباح مع 8-9 غنفطر مع 8-9، ولكن الغداء غنخليه حتى 5-6 العشية، غندير غداء متأخر يعني شوية غداء وشوية عشاء. ولكن ما بين هذا الفطور والغداء طبيعة الحال ماشي ما غتاكل والو، إلا قدرتي ما تاكلش حسن، ما قدرتيش ممكن تاخذ مثلا مع الوحدة جوج تاخذ شلاضة، تاخذ واحد جوج ولا ثلاثه التمرات، تاخذ واحد فاكهه كيف ما كان النوع ديالها، غير باش نعطيو شويه نعمرو شويه المعده على ما نوصلوا لهذيك الوجبه الاخرى. علاش؟ لان احنا ما تنحرقوش، وبالتالي ما خصناش ندخلوا سعرات حراريه كثيره. الا انت تتفيق مع الطل حتى ل 11-12 فممكن انك تاخذ كويز ديال اتاي ولا قهوه ديالك، وتاخذ واحد الفاكهه ولا جوج ولا ثلاثه التمرات على ما توصل للوجبه ديال الغداء، ولا تغدى مثلا مع الوحده إن أنا ما فطرتيش فقتي مع الطل، ممكن تغدى مع الوحدة، ومن بعد غتخلي الوجبة الثانية حتى للسبعة 8 الليل، وبالتالي غيكون عندنا وجبتين رئيسيتين في اليوم، ووجبة ولا جوج الوجبات الثانوية اللي ممكن ناخذ فيهم أغذية اللي ما غتعطينيش سعرات حرارية كثيرة. يعني ممكن ناخذ شلاضة ديال الخضرة مثلا، ممكن ناخذ فاكهة ما بين هاد الوجبات، ممكن ناخذ واحد الفاكهه ولا جوج لان ما غتجيبش سعرات حراريه كثيره. ممكن الناس اللي عندهم رغبه باش يتناولوا شي حاجه حلوه ممكن تاخذ جوج تمرات ولا ثلاثه تمرات، ممكن تاخذ شريحه كذلك جوج ولا ثلاثه، ما تنقولش انا ناخذ نص كيلو، جوج ولا ثلاثه راهم كافيين باش تدخل هذيك الرغبه ديال انك تاخذ شي حاجه حلوه. شربوا الماء بزاف طيله اليوم، كميه كافيه ديال الماء على الاقل واحد جوج لترو في اليوم، وحاولوا ان الاغذيه اللي غادي تاخذوا في هذوك جوج الوجبات ما يكونش فيها سعرات حراريه كثيره. القليف الزيت راه ما تنهضروش عليه، هذاك حيدناه شحال هادي. الحاجه اللي فيها السكريات بزاف الاصطناعيه حيدناها ما تنهضروش عليها. عدم الجمع ما بين جوج ديال النشويات، مثلا الا درت العدس ماشي ضروري ناكلو بالخبز، درت الرز ماشي ضروري ناكل الخبز، اولا ندير الرز في الشلاضه ولي بات في البلا، اولا ندير لي بات في الشلاضه والرز في البلا. لا، العجائن ولا النشويات تكون حاجه واحده اللي تكون في الوجبه، يا اما الخبز يا اما الرز يا اما لي بات يا اما كسكسو يا اما بطاطا الى اخره. علاش؟ لان الجمع ما بين النشويات غادي يجيب لي سعرات حراريه اكبر، وانا ما تنحرقش، انا جالس غير في البيت ديالي. حاولوا ما امكن انكم تكثروا من الخضر. نقطه اخرى اللي كاينه كذلك هما العصائر. تنشوف الناس يهضروا دابا بزاف على العصير العصير العصير، اوكي، ولكن العصير راه ما تعودش الفاكهه، راه الفاكهه افضل من العصير. علاش؟ لان الفاكهه فيها الالياف الغذائيه ديالها، العصير ما فيهش الياف غذائيه، العصير فيه ماء املاح معدنيه فيتامينات وسكريات. ملي تندير واحد العصير ديال الفاكهه راه باش ندير كاس ديال العصير تيخصني واحد 4 أو 5 ليمونات، في حين انني لو كنت غناخذ فاكهه غناخذ ليمونه ولا تفاحه واحده، وبالتالي فتنجيب كميه كبيره من السكريات خصوصا بالليل. الناس اللي تيشربوا عصير فواكه ولا تيدير سلطه فخوي، زلافه ديال سلطه فخوي وتاكلها بلي، تقول لك ما كليت والو انا كليتها سلطه فخوي، ولكن واش هذيك السلطه فخوي عرفتي شحال فيها الفاكهه، عرفتي شحال فيها السكريات؟ هذا ما تعنيش انها خايبه، لا هي راه مزيانه، فيها فيتامينات فيها املاح معدنيه، ولكن كل كنا تنتحركوا، حنا دابا ما تنتحركوش، وبالتالي
فغادي نستوكي وغادي نخزنوا هذيك السكريات اللي من بعد الجسم ما غاديش يحرقها وغتحول الى دهون الى اخره وغتحول الى امور اخرى. بالليل حاولوا انكم تكثروا من الخضر، الفواكه خذوها بالنهار باش نحرقوها. بالليل دير عصير، مثلا دير عصير ديال الخيار، دير عصير ديال البربة بدون إضافة السكر طبيعي الحال. فبهذه الطريقة غادي نكون حافظت على الجسم ديالي باش ما نجيبش سعرات حرارية أكبر، ونكثروا من الألياف الغذائية، يعني نكثروا من الحبوب الكاملة. غديروا كسكسو ديروه بالشعير، غديروا الخبز ديروا الخبز كامل أو الخبز بالشعير، وزيدوا لي واحد شوية زنجان شوية زرع الكتان، هذه المسألة تنأكد عليها بزاف، أو شوية الكمون. حاولوا دائما أنكم تقلبوا على شي حاجه فين تحركوا، ما تبقاوش غير ناعسين نهار كامل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو الصغير واللي هضرنا فيه على هذه المساله هذه. موعدنا ان شاء الله فيديو قادم باش نتحدثوا على واحد الموضوع كذلك اللي هو مهم. ما تنساوش نبقاو ايجابيين، ان شاء الله هذا الشيء كل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير، نبقاو مجموعين نساعدوا بعضنا البعض، نتعاونوا مع بعضنا البعض. ما تنساوش تغسلوا يديكم دائما طيله اليوم، وخصوصا بقاو في داركم. تبارك الله عليكم والله يوفقكم.